ذاكرتك كده في الفقرة دي، فاكر ولا ناسي؟ يلا أول حاجة، كم هدف أحرزته في تاريخك بالدوري في جميع الأندية؟ مش فاكر. قول أي رقم يعني. لا ما أعرفش، يمكن مع ال يعني ممكن مش عارف 50. طب ما هي تمام 49. 49 برافو عليك، مش بعيدة قوي يعني. نحسبها غلط. كم هدف أحرزته مع اتحاد جدة في جميع البطولات؟ كان اتحاد جدة كان 32 أو انزل شوية. لا كمان 28. انزل كمان. لا في جميع البطولات؟ أيوة. لا يا في 53 مباراة. لا جايب. أيوة. أنا أول موسم ده أصلا جايب فيه 16 جون. ماشي ماشي، ما أنت أعلى من 16. 24؟ أيوة 24 صح يا ابن اللذينة. ما أول مباراة لك مع المنتخب الأول بالتصفيات المونديال والنتيجة؟ أول ماتش لعبته أمام المنتخب والنتيجة كانت كام؟ مع المنتخب؟ كان قدام مين؟ كان قدام غينيا. أيوة 4-2 صح. الله 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 في الجونة. دخلت بديل لمين في مباراة المغرب في أمم أفريقيا 2017؟ دخلت بديل أنت اللي كسبت الماتش ده. ما أنا عارف. كان دخلت بديل ما كان مروان؟ لا. كوكا؟ لا. معاك انا معاك. استنى بس. دخلت بديل مين كان بيلعب؟ طب يا كابتن استنى بس، من قدام حد ورا مش حد قدام. كريم حافظ. كريم حافظ والله كنت لسه هقولها. اول مباراه ليك مع بس مع الاهلي ونتيجتها. اول ماتش ليا مع الاهلي كان طنطا. لا مع الاهلي. لا امال مين كده؟ اول مباراه ليك مع الاهلي اف سي. اف سي مصر. اف سي مصر؟ كانت نتيجه كام؟ لا مش فاكر. 3-1. كم تاني طنطا ولا دي كان تاني ماتش؟ لا كان تاني ماتش. كم مباراه ليك بدوري ابطال افريقيا مع الاهلي والزمالك وسجلت كم هدف؟ مجموع كده. كابتن والله العظيم الحاجات دي ما بركزش فيها. اقول تاني السؤال. كم مباراه لعبتهم مع الاهلي والزمالك في بطوله افريقيا وسجلت كم جول؟ ابطال افريقيا. ابطال افريقيا؟ كابتن والله انا عايش على الله. قول اي رقم. يعني المباريات مثلا في افريقيا كان ممكن حاجه و 35. انزل سنه. 34 سنه. 32. لا فوق اطلع. 33. ايوه 33. سجلت كام جول تفتكر؟ سجلت مع الاثنين 26. لا 14 مع الفريقين. مع الفريقين 14. ده صح نحسبه له. لا لا مش مع الفريقين يا كابتن. 14. لا مع الفريقين والله ده الرقم نتناقش فيه لما نخرج في افريقيا. لا يا كابتن الزمالك جايب كام جون؟ لا جايب مع الزمالك وجايب مع الاهلي كتير. مين بطل الدوري السنه دي؟ النادي الاهلي. مين اللي هياخد الكاس السنه دي؟ النادي الاهلي. مين بطل افريقيا السنه دي؟ النادي الاهلي. امال ايه؟ كل حاجه النادي الاهلي. الاهلي فوق الجميع. الاهلي فوق الجميع. طيب ياخد كام من 10؟ طيب لا 2 من 10 يا جماعه عادي مش مشكله. عديها لي احنا حبايب. طيب قولوا لي. ها قولوا كم مباراه كاس عالم الانديه؟ كم مباراه؟ 6. 6 ماتشات؟ غلط. 5. 7. يعني قريب. اول مباراه ليك مع انفي في الدوري كانت مع مين؟ النادي في الدوري. كان اول مباراه. لا مع امدي في الكاس كان قدام النادي الاهلي في الدوري. ده انا مش عارف. احسبها له صح بس هو في الدوري دجله. دجله. اللي بعده. كم هدف جبته في الدوري الافريقي؟ دي مش محتاجه. دي مش محتاجه. دي 2. الدوري الافريقي اللي هو. ايوه 2. تمام كابتن. المعلومات اللي بجد والله خلينا كابتن في ما بعرفش حاجه غير الاجوان. مركز في قدام الجون واساعد فريقي بس. ما بحسبش بقى انا ماتشات ولا ارقام. كم لاعب كان معاك؟ قول 7 لعيبه كانوا معاك في منتخب الشباب. سهله دي. كان معايا منتخب الشباب مصعد عوض، رامي ربيعه، احمد سمير، تريزيجيه، صالح جمعه، احمد رفعت. صح يا باشا اديله بقى خلاص. نتيجه 6 من 10. مش مشكلة نجحت، ألف مبروك. طب حلو. كام سؤال؟ هل الشناوي فعلا في حتة ثانية؟ عن أقرب منافسينه؟ بعيد. بعيد. أتوقع بقى إن شاء الله أوفا في شوبير في حتة بعيد خالص.